مش شايفه عليكم ده هو سعادتي. وانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى ثم ابلاج ابني محمود طبعا كهربا اللي بعتز بيه واتشرف بيه اللي كان سبب كبير جدا في حرصنا البطوله وصولنا لكاس العالم. ابني انا بعتز بيه ساهم وجاهد وكافح. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا ثم دعواتكم. مبروك، فرحتني وفرحت قلبي وفرحت مصر كلها، والحمد لله الحمد لله الحمد لله.